وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد أرحب بك. أهلا بحضرتك والسلام عليكم. دكتور محمد، على مدار اليوم تابعنا الجلسات المختلفة لمؤتمر حكاية وطن الذي يقام منذ الصباح الباكر، وربما الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ما يقدم في هذا المؤتمر هو حكاية مصر منذ عام 2011 حتى الآن من منظور الدولة. كيف تابعت أبرز ما جاء في جلسات اليوم التي خصص جانب كبير منها للشق الاقتصادي بالتأكيد؟ طيب، هو زي حضرتك قلتي باختصار شديد للغايه، هو النهارده المؤتمر بيحكي الدوله عملت ايه ال 10 سنين اللي فاتوا، وبيقارن ال 10 سنين اللي فاتوا بمجمل ال 50 سنه اللي فاتت، وبيحاول يشرح للساده المواطنين يعني ازاي انه رغم ان احنا يعني ال 10 سنين اللي فاتوا دول انجزنا انجازات كبيره جدا خاصه في مجال الاصلاح الاقتصادي، الا انه الانجازات دي مش جايه علشان ال 10 سنين اللي فاتت، جايه علشان تصلح المسار اللي حصل خلال ال 50 سنه اللي فاتت ده، وبالتالي ما كان في الاستثمار تراخي عن الاصلاح. المواطن المصري في الوقت الحالي بيدفع بشكل واضح جدا، الساده الوزراء اكدوا على هذا الكلام يعني انه كان ممكن يعني نكمل في نفس اللي حصل قبل كده، في مين اللي هيدفع؟ في يوم من الايام حد يدفع، واذا في يوم من الايام حد لازم حد يدفع، فاحنا عمالين ناجل التكلفه، والتكلفه اللي بناجلها بتتاجل بفوائدها، وبالتالي الحساب عمال بيزيد وبيزيد علشان مفيش يعني جراه او مفيش اراده حقيقيه للاصلاح، وبالتالي الاداره كانت واضحه تماما، كانت مقرره من اول لحظه ان هي تصحن جميع الملفات اللي كان قبل كده محرم عنها او ممنوع اقتحامها علشان التكلفه ما تزيدش، وعشان التكلفه ما تزيدش. وبعدين الرئيس ادى مثال قاطع، ادى مثال يعني بليغ للغايه في تعبيراته الاقتصاديه بموضوع التامينات، قال يا جماعه احنا استلفنا من هيئه التامينات 600 مليار جنيه في 2005، الدوله المصريه هتدفع مقابل هذه ال 600 مليار 45 تريليون جنيه لغايه 2045، وبالتالي التكلفه اذا استمرينا في هذا النهج مبالغ فيها وصعبه للغايه والتخاطر هترتفع في ظل التكلفه المرتفعه، وبالتالي كان لازم حد عنده يعني القدره وكان عنده الاراده وعنده يعني القدره على المغامره ان هو ياخد هذه الاجراءات، مش لصالحه ومش عشان يستمر في حكمه لاطول فتره ممكنه، لكن عشان صالح البلد وعلشان البلد مسارها يبدا يتعدل الى المسار. سؤال، نبدا نخلق دوله قادره ان هي تواجه التحديات في المستقبل نعم. دكتور محمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مشروع هام تم خلال السنوات الماضية وهو قناة السويس الجديدة الذي ربما جمع المواطنين على هدف واحد ومعين. هذا المشروع أسهم في إعادة الثقة التي كانت مفقودة لدى المواطنين كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره أثناء إحدى جلسات المؤتمر. يعني مشروع قناة السويس كيف أيضا غير من وجه الاقتصاد في الفترة الأخيرة على مدار السنوات منذ أن تم افتتاح القناة الجديدة؟ طيب، سيادة الرئيس كان بيتكلم من الجانب السياسي، أنا أكلم حضرتك من الجانب الاقتصادي. أنا دلوقتي وأنا بقول لحضرتك وإحنا بنتكلم دلوقتي حالا وإحنا في سنة 2023 2022 القناة إيراداتها عند 9.2 مليار دولار. في 2016 وقت حفر القناة كانت إيرادات القناة عند 4.5 مليار دولار. ايه اللي طلع على القناه بخلاف القناه الجديده؟ لم يزد شيء بخلاف انه كمان القناه استغلت وضعها اللي بقى شديد التنافسيه واللي بقى غير يعني غير قابل للمنافسه بسبب ما حدث لقناه بنما وبسبب التطوير اللي حصل فيها وبسبب ان العالم دلوقتي اصبح لا يستطيع التفكير حتى في انه يستغنى عن القناه وان الطرق البديله كلها مكلفه للغايه في ظل ارتفاع الايرادات، وبالتالي الايرادات ضعفت بسبب هذا المشروع اللي احنا بنتكلم في وقتها كان في يعني شكوك حواليه، والشكوك بقى مش بس بتتكلم على الجانب الاقتصادي، لا ده كان مثلا وصل للجانب البيئي، كان يقول لك مثلا ايه القناه دي لما تتحفر مثلا هتبوظ النظام البيئي او الايكولوجي في البحر الاحمر والبحر المتوسط، طب بلاش ده القناه دي لما تتحفر هتغرق مصر، طب بلاش القناه دي لما تتحفر المصريين مش هياخدوا العوائد بتاعتها لانه القناه دي اصلا مشروع فاشل ومش هتجيب، طب وانا بكلم حضرتك النهارده بعد
لما خلاص المشروع اتحفر انتهينا وبدانا نشوف العوائد بتاعته، نتكلم بقى عن ضعف العوائد. طب لو ما كناش حفرنا القناه هل احنا كنا ممكن نتكلم بقى عن ضعف العوائد؟ وهل حتى لو كنا رفعنا تكاليف المرور او رسوم المرور ده في الوقت يعني بسبب يعني استغلنا نفس الوضع، هل كانت هترفع بنفس الطريقه؟ لا طبعا. ليه؟ لانه كانت قناه دنما هتظل في المنافسه، وبالتالي الدوله المصريه لما رات التطوير اللي حصل في قناه دنما في عام 2016 قررت ان هي فورا تكمل تطوير في القناه بحيث ان هي تجوز المصري. وانا بكلم حضرتك دلوقتي الدوله ما زالت مصره على تطوير القناه، ويعني يعني يعني اخذها من مجرد ان هي مكان للعبور بناخد رسوم على العبور فيه الى ان هي تتحول الى ممر لوجستي عالمي بيجمع لوجستيات العالم كلها، اللي بيعدي بدل ما هو بيعدي بس لا يعدي وياخد خدمات، ياخد خدمات تموين سفن، ياخد خدمات تموين سفن بالهيدروجين الاخضر وبالطاقه المتجدده، ياخد خدمات اصلاح سفن، ياخد خدمات تصنيع كمدخلات في سلسله الامداد، بحيث ان مش بس قناه تبقى معبر، لا تبقى مكان لتقديم الخدمات الغاليه جدا والنفيسه جدا، بحيث ان هي مساهمتها بتقلل الاجمالي المصري تتضاعف عن كده. بالتالي وانا بتكلم حضرتك دلوقتي لو احنا رجعنا تاني 2016 وقلت لحضرتك ان احنا خلال فتره الاربع او الخمس سنين اللي جايين دول هنضاعف ايراد القناه، حضرتك يعني يعني الكلام ده لو احنا كنا قلناه عدد كبير جدا من المصريين مش هيصدقوا، لكن وانا بتكلم حضرتك دلوقتي ده الواقع. الايراد تضاعف من 4.5 مليار دولار ل 9.2 مليار دولار بسبب القناه الجديده اللي كان لها غرض سياسي بعيد عن الغرض السياسي كمان اللي فاتوا كانوا بيتكلم عنه، لها غرض اقتصادي مهم جدا واثاره موجوده دلوقتي في الاقتصاد المصري وحاسين بيه. نعم. دكتور، رئيس مجلس الوزراء تحدث ان مصر عملت في ظل يعني اقتصاد ازمه، هذه الازمه بدات محليه وربما تاثرت على مر السنوات بازمات عالميه متعدده، كيف استطاعت مصر ان تجابه هذه الازمات المتعدده على مر السنوات؟ يعني لو تذكرنا كانت ضمن التصنيفات العليا في العديد من الهيئات والمؤسسات الاقتصاديه. طيب هو بدايه زي ما حضرتك قلت احنا عندنا ازمه محليه شديده للغايه بدات الاداره تظلها، والازمه المحليه دي كانت نابعه من ثلاث تحديات. التحدي الاول هو التحدي الامني، حضرتك بيشتغل في اقتصاد غير امن على الاطلاق، كل يوم عمليه ارهابيه بتضرب في مكان من اول سينا لغايه مطروح ومن الاسكندريه لغايه اسوان، كل يوم بتضرب في حته، دي اول حاجه. ثاني حاجه انه الاحتياجات الاساسيه للمواطنين غير متوفره، مفيش ميه، مفيش كهرباء، مفيش صرف صحي، مفيش عيش، مفيش اي حاجه. ثالث حاجه والاهم انه بسبب الازمات دي حصولك على التمويل صعب للغايه، لان تصنيفك الائتماني انخفض بشكل كبير، وكاله فيتش خفضت تصنيفها الائتماني 6 مرات ورا بعض في خلال سنتين، وبالتالي لا انت عندك تحديات كبيره عشان تصلحيها عاوز تطلب اضطرابات كبيره، في نفس الوقت القطاع الخاص المحلي مش عاوز يشتغل لانه مش عاوز يغامر في ظل هذه الازمات، الاداره ضخت يعني استثمارات ضخمه للغايه علشان تضخ الدماء مره اخرى في شرايين الاقتصاد المصري المتجمده، وقفت الاقتصاد المصري على رجليه، ومن هنا بدا الاقتصاد المصري يشعر بالزخم اللي حصل دوت وبدا ينطلق. احنا بعد ما ننطلق ازاي؟ بننطلق بناء على حاجتين، اول حاجه عندنا يعني عوامل ديموغرافيه كبيره جدا بتحرك الاقتصاد، عندنا سكان معظمهم شباب، هؤلاء السكان بيتزوجوا، عندهم طلب طول الوقت على الاسكان، عندهم طلب طول الوقت على الاكل، عندهم طلب طول الوقت على الطاقه، وبالتالي عندي محركات ذاتيه بتخليني اقدر اواجه الازمه. الاداره اعتمدت على هذه المؤشرات والمحركات الداخليه للنمو علشان تستغل الوضع، ودعمت القطاعات اللي عليها الطلب، وبالتالي هتلاقي حضرتك ان القطاع الاساسي اللي هو محرك الاقتصاد المصري حتى وانا بكلم حضرتك دلوقتي ضمن الازمه هو قطاع التشييد والبناء اللي الاداره ضخت فيه ارقام كبيره جدا علشان تحرك الاقتصاد. انا دلوقتي هحرك الاقتصاد ازاي لو انا ما حركتش القطاعات الاساسيه بتاعتي؟ بناء عليه لما قطاع التشييد والبناء بيتحرك بيشد وراه بقى جميع القطاعات الاخرى، زي مثلا انا دلوقتي ببني بيت عاوز يتفرش، عاوز سجاد، عاوز يتفرش، عاوز اساس، عاوز ستاير، عاوز جبس، عاوز دهانات، عاوز شبابيك، عاوز ابواب، وبالتالي القطاع بيمشي وبيجر وراه عدد لا يقل عن 15 20 قطاع اخرى، هذه القطاعات بيشتغل فيها ناس بطريقه غير مباشره عشان تخدم على القطاع الاولاني، وبالتالي الاداره لعبت على هذه الجزئيه بتاعه المحركات الداخليه عشان تواجه الازمه الداخليه. خرجنا من الازمه الداخليه، الاداره بدات تواجه ازمات خارجيه متعدده، بدايه بعد الحرب الروسيه قصدي الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه، بعدها طبعا الحرب التجاريه الامريكيه سنه 2018 تواجه ازمه الدول ازمه ديون الدول الناميه،
في 2019 نخرج منها ندخل على ازمه كورونا، ندخل منها ندخل نخرج منها ندخل على حرب الروسيه الاوكرانيه. وبالتالي الاداره بقى هنا كانت بتوازن طول الوقت، عندها موازنات مختلفه. في المره الاولى مثلا في الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه الاداره شجعت على ان هي انتوا يا جماعه بتتخانقوا مع بعض، طب خلاص انا هقدم بديل للمنتجات الصينيه اللي خارجه، وبالتالي هتلاقي الاداره سلمت بشكل كبير جدا بصناعه الغزل والنسيج واعاده هيكلتها في هذا التوقيت علشان تستغل الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه. خرجنا جت كورونا، العالم كله بيقفل، مصر الوحيده من بين دول صغيره جدا اللي بتحاول توازن ما بين الصحه وما بين الاقتصاد، وعشان كده هتلاقي كان في اغلاق جزئي، الاغلاق الجزئي ده حافظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري عند حدها الادنى عند 3.6%. في وسط الحرب الروسيه الاوكرانيه العالم كله بينكمش، العالم كله بيشعر بالتضخم، العالم كله عنده صدمه اسعار، الاداره المصريه بتحاول تحافظ. هتلاقي حضرتك ان احنا بنمنع خروج صادرات معينه علشان نحافظ على استقرار في السوق المحلي. هتلاقي حضرتك الاداره بتشجع المستثمرين عن طريق انها بتطرح مبادرات صناعيه وبتطرح تسهيلات للصناعه، وفي نفس الوقت بتشجع الموظفين على الاكتفاء عن طريق انها ترفع الحد الادنى للاجور، تقلل الضريبه على شريحه الدنيا من المجتمع وهكذا. نعم، دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.